السلام عليكم. الكلام ده للبنات وخصوصا البنات المقبلات على الزواج. لو انت مقبله على الزواج وبداتي تشتغلي او بداتي تعملي جلسات الليزر وليزر خصوصا منطقه البكيني، بقى فيه كميه كبيره من الاسئله والمخاوف ان يكون ده سبب لتاخر الحمل ان شاء الله بعد كده يعني. فتعالي كده نعرف ايه راي طب النساء والتوليد في القصه دي وفي هذا الكلام، وتعالي بينا نجاوب على هذا السؤال. معاكم النهارده الدكتوره ريام الشال، اخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجاري، واحنا النهارده في عائلتنا الكبيره عائله طبيبتي. تعالي بينا نبدا. بسم الله. ليزر ازاله الشعر من الحاجات اللي المفروض ان عمقها او التاثير بتاع البروب ده لما بتروحي العياده وبيحطوا بروب كده بيفضل يعمل ومضات ضوئيه بشكل معين، المفروض ان اختراقها وتماديها لا يتعدى ابدا طبقات الجلد، وبالتالي فرص انه يؤثر على الامور اللي تحت الجلد بتكون منعدمة. ده الكلام اللي بتقوله الأبحاث والدراسات الطبية. لكن احنا كأطباء نساء وتوليد هل لينا وجهة نظر أخرى؟ خلينا نقول ان لينا وجهة نظر أخرى في حاجة واحدة فقط، وبنبه عليها كل البنات بمعنى كلمة كل البنات. خلوا بالكم يا بنات، اللي بيعمل ليزر لمنطقة البيكيني لازم تكون المنطقة أو الأداة اللي بنستخدمها في هذا الأمر تكون أداة معقمة جداً. انا عارفه ان في ناس دلوقتي سامعين النقطه دي وعارفين احنا نقصد ايه. لازم تكون معقمه جدا، والا احنا نكون بنعرض نفسنا لهازردز او مشاكل طبيه صدقيني انت في غنى عنها تماما. وطبعا اكيد يعني بنوصي زمايلنا الاعزاء والغاليين جدا اطباء الجلديه، اللي الحقيقه هم مش محتاجين توصيه في هذه النقطه. واذا كان في عياده ما بتعقمش، ففي مليون عياده مهتمين جدا جدا بهذا التعقيم وبهذا هذه الرعايه. لكن خلوا بالكم يا بنات وركزوا في هذه النقطه كويس قوي، لان للاسف بنشوف حالات عندها حاجه التهابات من انواع معينه بتكون موجوده نتيجه ان ما حصلش تعقيم لهذه الراس اثناء عمليه ازاله الشعر بالليزر في بعض الجلسات. اتمنى ان انت النهارده تكون وضحت بالنسبه لك ان الليزر في منطقه البكيني لا يؤثر على فرص حدوث الحمل، ولكن العدوى من استخدام اي شيء وبالاخص راس جهاز الليزر اللي بنستخدمه على الجلد قد تكون سبب لتاخر الحمل، قد تكون سبب لمشاكل ليها علاقه بالنساء والتوليد، قد تكون سبب ليها علاقه بالفيرتيليتي والخصوبه. فاطمنوا وطمني ماما وطمني اخواتك وطمني كل الناس ان الليزر في حد ذاته هو شيء لا يؤثر كاداء او كضوء او دورها نفسه لا يؤثر على فرص حدوث الحمل، لدرجه ان في ابحاث يعني برضو خلينا يعني نقول الكلمه دي، ان في بعض الابحاث بقت تقول اننا نقدر نستخدمه في فتره الحمل، وان ما فيش اي اثبات طبي او دراسه طبيه اثبتت انه قد يؤخر الحمل او يؤثر عليه. فاذا يعني كده احنا خلاص الدنيا كده واضحه بقى وسهله اهي. اطمني الموضوع ملوش علاقه ابدا بالانجاب في حد ذاته، لكن ليه علاقة باهتمامنا ورعايتنا. ألف مليون مبروك مقدما قبل أي حاجة، ونشوفك طبعا في فيديو كده كنا عاملينه كورس كامل كنا بنحكي فيه عن أسرار ليلة الزفاف، وتبقي عارفة كل حاجة وكل حقيقة طبية وكل أمر أنت محتاجة فعلا يطمنك عن هذه الليلة وعن هذه الإجراءات عشان تبقي جزء من الفرحة، تبقي مشاركة في الفرحة، مش قاعدة كده في أجمل ليلة في حياتك وفي أجمل في يوم في حياتك قاعدة قلقانة بتفكري ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. لا، انت تبقي جزء من اجمل فرحه ممكن تعيشيها. هتلاقي رابط الكورس في التعليقات، وهتلاقي ايضا بعض تعليقات الحالات اللي اخذوا بنات اللي اخذوا الكورس وشاركهم وكان جزء من النور اللي بينور لهم حياتهم وبينور لهم واحده من اجمل ليالي عمرهم. اشوفكم على خير في الدرس القادم. سولنا اسئلتكم في التعليقات يا بنات اللي تخصكم وخصوصا فتره ما قبل الزواج، هنحاول نجاوب عنها في دروس منفصله بحيث اننا ان شاء الله نكون نورنا لكم كل حاجه. ليكم مننا كل دعوات بالصحه والسعاده والسلامه والتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.